دراسة تاريخ الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين تعتبر من أهم الأمور التي يجب على الإنسان أن يحرص عليها، خاصة الإنسان المسلم. يجب أن يحرصوا على دراستها دراسة وافية، فهي فترة من أهم فترات التاريخ الإسلامي، بل هي أهم فترات على الإطلاق بعد فترة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا السؤال ليه؟ أولاً لأن الصحابة كانوا بيعيشوا الوحي ويروا التنزيل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. تخيل معي كل يوم أو يومين يبدأ يحدثهم النبي عليه الصلاة والسلام بما يريده الله منهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يقول لهم مثلاً قال الله كذا، الله ينهاكم عن كذا، الله غفر لفلان، الله بشر فلان بالجنة. فكان لابد من استخراج اللطائف من حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة احنا محتاجين اللي احنا نذكر بمعنى السبق في حياة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وإن كان من المستحيل حصر كل الأمثلة في حياة أبي بكر رضي الله عنه، لأن الصديق هو أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. سبقوا إلى الإطمئنان مثلاً على إيمانه. هل من الممكن أن يشك أحد في إيمان أبي بكر رضي الله عنه؟ هل ممكن إنسان يشك في عقيدة أبي بكر؟ اسمع إلى القصة العجيبة دي. الإمام مسلم رحمه الله روى من حديث أبي ربعي حنظلة الأسيدي الكاتب أحد كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول: لقيني أبو بكر يوما، فسيدنا أبو بكر بيسأله بيقول له: عامل إيه يا حنظلة؟ كيف أنت يا حنظلة؟ سؤال عادي أي حد ممكن يسأل الصديق أو أي إنسان عن حاله، عن أخباره، أنت عامل إيه؟ لكن سيدنا حنظلة فاجئ سيدنا أبو بكر بإجابة غير عادية على الإطلاق، إجابة غريبة جدا. قال له: نافق حنظلة، نافق حنظلة. حنظلة على فكرة من الرجال المشهود لهم بالإيمان، إزاي يقول الكلام ده؟ نافق حنظلة. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه تعجب، وبدأ سيدنا أبو بكر يسأل السؤال، قال له: سبحان الله، ما تقول؟ فبدأ حنظلة بيفسر كلماته العجيبة دي اللي هي نافق حنظلة، وبيقول له: يا أبا بكر، نكون عند النبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا بالجنة ويذكرنا بالنار كأن رأي العين، كأننا شايفين الجنة والنار، فإذا خرجنا من عند النبي عليه الصلاة والسلام عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، اللي هو الحياة الدنيا، إن إحنا بنشتغل عادي يعني، فنسينا كثيرا. وعلى شك حساسية مفرطة جدا عند حنظلة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وكان عنده تحري عميق لقضية الإيمان، أنا مؤمن ولا مش مؤمن؟ هل أنا فعلا على الإيمان الحق، الإيمان الكامل، ولا أنا إيماني بينقص؟ هل إيماني بيزيد ولا لأ؟ كان من المتوقع من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه اللي إيمانه بيزن إيمان الأمة كلها، إن هو ممكن يهون الأمر على سيدنا حنظلة. لكن من المستحيل على الإنسان أن يظل على حالة إيمانية مرتفعة دون هبوط حتى ولو كان شيء قليل. الصديق رضي الله عنه كان رجل المفاجآت، هو نفسه لما سمع الكلام ده بدأ يحاسب نفسه بسرعة، حاسب نفسه بوضوح. كانت المفاجأة اللي هو قال لسيدنا حنظلة: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. سبحان الله، سيدنا أبو بكر نفسه المشهود له بالإيمان اللي ربنا تبارك تعالى أنزل فيه قرآنا يتلى وسيجنبها الأتقى، يقول الكلام ده، فإذ به يسارع مع سيدنا حنظلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للاطمئنان على حالة الإيمان. يقول سيدنا حنظلة: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على النبي عليه الصلاة والسلام. هنا سارع سيدنا حنظلة يقول: نافق حنظلة يا رسول الله، قبل سيدنا أبو بكر، نافق حنظلة يا رسول الله. فبدأ سيدنا النبي يتعجب وبيقول له: وما ذاك؟ إزاي يعني؟ كيف نافقت؟ قال حنظلة: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنها رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان الجواب بتاعه صريح: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يا حنظلة ساعة وساعة، يا حنظلة ساعة وساعة. خلي بالنا
المقصود بكلمة ساعة وساعة ساعة تفرغ وخلوة واجتهاد في الطاعة، وساعة أخرى بيبقى فيها تفرغ لأمور الدنيا الحلال وأمور الحياة المختلفة. الشاهد اللطيف في القصة دي هو حرص سيدنا أبو بكر رضي الله عنه على الإيمان، مع أنه كان من الممكن أن ينتظر مثلاً لغاية لما يشوف النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى صلواته، لكن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سارع امتثالاً لقول الله وعجلت إليك ربي لترضى. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سبق، ومن ضمن سباق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أنه سبق وسبقه إلى الدعوة شيء يعجب منه العجب. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أول ما أسلم سرعان ما كان يبلغ ما علمه من النبي عليه الصلاة والسلام مع قلة ما علمه، يعني ممكن يتعلم حديث حديثين لكن على طول يبلغ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نتيجة الدعوة، دعوة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، يجيب في اليوم الأول بخمسة من أصحاب النبي. عارفين مين هم الخمسة؟ خمسة كبار جدا. في اليوم الأول أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا الزبير بن العوام، سيدنا سعد بن أبي وقاص، سيدنا طلحة بن عبيد الله، سيدنا عبد الرحمن بن عوف. لما نيجي نحلل إسلام الخمسة دول الإنسان يزداد عجبا. أول ملحوظة إن مفيش واحد من هؤلاء من قبيلة بني تيم اللي هي قبيلة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إلا واحد بس اللي هو سيدنا طلحة ابن عبيد الله، وبقية الخمسة من قبائل أخرى. فالاستجابة لسيدنا أبو بكر ما كانش مثلا من باب القبلية أو هو كان مثلا قريبنا مثلا، لكن كان له صداقات قوية، كانت له علاقات وطيدة بكثير من أركان المجتمع اللي كان موجود ده اللي هو المجتمع المكي قبل الإسلام. فدي الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية إن أعمار المجموعة دي كانت صغيرة جدا وبعيدة عن سن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر في الوقت ده كان أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا بثلاث سنوات. الزبير بن العوام كان عمره 15 سنة، ومع ذلك سيدنا أبو بكر ما استقلش مثلا سن سيدنا الزبير. معنى كده إن الزبير ده بالنسبة لسيدنا أبو بكر هو بالنسبة كأنه ابنه، أو بالنسبة لينا مثلا كأنه ولد مثلا في الصف الثاني الإعدادي أو الثالث الإعدادي مثلا في زماننا ده. ويبدو إن تربيتنا لأطفالنا تحتاج إلى إعادة نظر. كتير منا بينظر إلى ابنه مثلا ويكون في سن الجامعة أو ممكن يكون خلص جامعة، لكن بينظر إليه إنه في النهاية يقولك لسه صغير لا يتحمل المسؤولية. لكن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه نظر إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه نظرة رجولة، لا الزبير ده راجل هيدخل في دين الله سأعرض عليه الإسلام. وبالفعل عرض عليه الإسلام، كان عمره 15 سنة، فدخل الزبير رضي الله عنه في دين الله رب العالمين. أيضاً الملحوظة اللي بعد كده، الملحوظة الثالثة، إن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لم يكتفي بالخمسة دول بس، بل بالفعل أسرع في الأيام اللي بعد كده يجيب ناس تانية. جاب مثلاً سيدنا أبو عبيدة بن الجراح اللي لقبه النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد بأمين هذه الأمة، كان عمره في الوقت ده 27 سنة. جاب أيضاً الصحابي الجليل سيدنا عثمان ابن مزعون، جاب سيدنا الأرقم ابن أبي الأرقم وأبو سلمة ابن عبد الأسد، والاتنين دول بالمناسبة من بني مخزوم. وما أدراك مثلاً ما بني مخزوم؟ بني مخزوم قبيلة بتتنازع لواء الشرف مع بني هاشم قوم النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف أثر الصديق رضي الله عنه عليهما حتى يأتي بهما يدخلان في الإسلام تحت قيادة رجل من بني هاشم؟ من الجدير بالذكر إن الأرقم اللي كان بيجتمع في بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان شاب يبلغ من العمر حوالي 16 سنة فقط ولا تعليق. الملحوظة الرابعة إن ستة من الذين دعاهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنهم للإسلام من العشرة المبشرين بالجنة، تخيلوا. لكن العقل يعجز، يعني تخيل كده حجم الثواب اللي حصله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بسبب دعوة هؤلاء وغيرهم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
تدبر مثلا في أعمال الصحابة الكبار دول، ولك أن تتخيل إن ثواب هؤلاء جميعا ومن هداهم الله على أيديهم كل ده في ميزان الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. عشان كده نعرف عظم الدعوة إلى الله عز وجل، عشان نعرف شرف العمل الذي وكله الله للأنبياء ومن سار على نهجهم. قال الله رب العالمين: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عارف سيدنا طلحة بن عبيد الله بيصف سيدنا أبو بكر الصديق يوم إسلامه فبيقول إيه؟ بيقول: وكنت أعرف أبا بكر. طيب يوصفه لنا كده، فبيقول: قد كان رجلا سهلا محببا موطئ الأكناف. دي من صفات سيدنا أبو بكر، رجل سهل ومحبب وموطئ الأكناف، يعني لين الجانب. الصفة الأولى اللي احنا بنلاحظها في كلام سيدنا طلحة رضي الله عنه إن سيدنا أبو بكر كان إنسان لين، ما كانش كده متشدد مع الناس، لا ده كان رفيق بالناس، كان عطوف على الناس. واحد بالصفات دي لابد أن يحبه الناس. وصدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي بيصف المؤمن فيقول: المؤمن مؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. بيقول عن سيدنا أبو بكر بعد إن هو كان سهل وكان لين، بيقول: وكان تاجرا ذا خلق واستقامة كان كثير الأموال. كان سيدنا أبو بكر رجل معطاء كثير العطاء. الناس دايما بطبعها بتحب مجالسة الرجل اللي هو ألف العطاء، اللي هو يعطي الناس، الراجل اللي عنده سخاء كبير جدا. ومن هنا فلا عجب يعني إن أهل مكة كانوا يحبون إن هم يقعدوا مع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في مجلس الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وربنا تبارك وتعالى بيعظم جدا أجر التاجر المستقيم، كما روى ذلك الإمام مثلا الترمذي والإمام الدارمي إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. تعالوا كده نكمل ونسمع مع بعض وصف سيدنا طلحة رضي الله عنه. بيقول: وكنا نألفه، يعني كنا بنحبه ونحب مجالسه. ليه؟ قال: لعلمه بأخبار قريش وحفظه لأنسابها. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان عالما بالعلم اللي بيفيد الناس في زمنه، العلم اللي كان بيحتاجه أهل البلد. كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عارف وكان عالما بعلم الأنساب، كان أعلمهم بالنسب. الملحوظة الخامسة إن الصديق رضي الله عنه لم يكن حريصا على أصدقائه ومعارفه فقط، مثلا على حساب أهل بيته. كتير من الناس ينفقون الساعات الطوال في دعوة الناس، لكن في النهاية هم مقصرين تقصير شديد جدا في دعوة أهل بيته، مع إنهم سيسألون عنهم يوم القيامة، هيسألوا عنهم قبل الآخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الصديق رضي الله عنه ولا شك كان راعي وكان مسؤول في بيته، لكن منساش أهل بيته. أدخل في الإسلام زوجته أم رومان وزوجته السيدة أسماء بنت عميس رضي الله عنهم جميعا. أدخل أولاده، أدخل السيدة عائشة وأدخل سيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، أدخل ابن سيدنا عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. وبعد كده ما لبث إلا وأن أدخل أمه في الإسلام، بعد أن طلب من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن هو يدعي لأمه بالهداية. لكن ابن عبد الرحمن ابن سيدنا أبو بكر تأخر إسلامه شوية كثيرا، فأسلم يوم الحديبية، ولذلك شق ذلك على أبي بكر رضي الله عنه. أما أبو سيدنا أبو بكر فتأخر إسلامه إلى يوم فتح مكة، راح بي للنبي عليه الصلاة والسلام. قال أبا بكر: هل تركت الشيخ في مكانه حتى نأتيه؟ إحنا اللي نروح له مش هو اللي يجي. فقال أبو بكر في أدب شديد: هو أولى أن يأتيك يا رسول الله. فأسلم أبو قحافة وبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما أتى بأبيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: هل تركت الشيخ حتى نأتيه؟ قال: هو أولى أن يأتيك يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام ليه عاوز يروح
لأبي قحافة، لأن النبي قال إنا نحفظه لأياد ابنه عندنا، عشان سيدنا أبو بكر يعني قدم خدمات جليلة جدا للإسلام وللنبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو بكر كان سابق في كل أعمال الخير، سبق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في الإسلام والإيمان والدعوة. كذلك الأمر نرى بوضوح مسارعة سيدنا أبو بكر في كل أعمال الخير. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام، وده حديث يعني يتعجب منه العجب نفسه، صلى في يوم من الأيام صلاة الصبح، وبعد ما خلص صلاة التفت إلى أصحابه وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم اليوم صائما؟ على طول جاوب سيدنا عمر فقال: يا رسول الله، يعني أنا لم أحدث نفسي بالصوم البارحة، يعني أنا ما نويتش يا رسول الله، فلذلك أنا لست صائما، أنا مفطر يا رسول الله. على طول جاوب سيدنا أبو بكر الصديق قال: لكني نويت، حدثت نفسي بالصوم البارحة يا رسول الله، يعني الليلة اللي فاتت دي أنا نويت فأصبحت صائم. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال تاني: من عاد منكم اليوم مريضا؟ الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا: احنا لسه مصلين الصبح، لسه محدش خرج برا المسجد يا رسول الله. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لم نبرح، فكيف نعود المريض؟ يعني ازاي يعني؟ فسيدنا أبو بكر الصديق جاوب وقال له: بلغني يا رسول الله أن عبد الرحمن ابن عوف مريض شاكن، وأنا جاي لصلاة الصبح، جعلت طريقي عليه لأنظر كيف أصبح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل منكم أحد أطعم مسكينا؟ فسيدنا عمر بن الخطاب بيقول له: يا رسول الله، صلينا الآن ثم لم نبرح، ففين بقى المساكين اللي شفناها؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد يا رسول الله فإذا بسائل، فوجدت كسرة من خبز الشعير في يد عبد الرحمن ابني، فأخذتها وتصدقت بها فدفعتها إلى هذا السائل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت فأبشر بالجنة. بل إن في رواية بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام فوق كل هذا، يقول مثلا: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ فسيدنا أبو بكر الصديق قال: أنا. في نهاية الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ، في إنسان، إلا دخل الجنة. من الصعب جدا اللي احنا نحصر مواقف السبق والمصارعة في حياة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. المصارعة في حياة أبي بكر رضي الله عنه تشمل كل حياة سيدنا أبو بكر. بيلخص ده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي، بيقول سيدنا عمر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي. قلت سيدنا بقى عمر، لأنه في النهاية يعني: والسابقون السابقون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا فاستبقوا الخيرات. فسيدنا عمر رضي الله عنه بيقول: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني لو سبقته يبقى على الأقل في يوم كده سبقت فيه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. فبقول: فجيت بنص مالي للنبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا النبي بيقول له: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ فقال له: أبقيت لهم نصف مالي يا رسول الله، أنا جبت لك النص، والنص الثاني يعني سيبوا لأهل بيتي. وهم قاعدين كده لقى الصديق رضي الله عنه سيدنا أبو بكر جاب مال، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل: أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال له: أبقيت لهم الله ورسوله، ما سبتش مال، أنا سايب لهم ربنا لإني متوكل على الله عز وجل. فسيدنا عمر على الفور قال: لا أسبقه في شيء أبدا. في الختام محتاجين اللي احنا نذكر بآيات الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نذكر بقول الله: فاستبقوا الخيرات. نذكر: والسابقون السابقون أولئك المقربون. Thank you.
Thank you.